السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة شيوخ الميمة. اليوم ان شاء الله نقدم لكم فطائر مالحين تجي وداد بزاف. اول حاجه غنبدا بها هي العجين ديال هذه الفطائر. هذه المكونات اللي غنحتاج: 300 غرام ديال الدقيق الابيض، 125 غرام ديال القمح الممتاز، معلقه كبيره ديال السكر، قبيصه ديال الملح، نصف ملعقه صغيره ديال الخمير ديال الخبز، والماء دافي باش غنجمعوا العجينه. دابا غنبداو على بركة الله، نوضع الخميرة ديال الخبز. هاي العجينة ديالنا من بعد ما تجمعات دلكتها مزيان، كنحصلو عليها عجين كيما كتلاحظو معايا تكون طرية. غندهن يديا بشوية الزيت وغنشكلها على شكل كويرات. هاد الكويرات هادو يكونو شوية صغار. بالنسبه للحشوه غنحتاج ليها: عندي هنا 6 ديال الدجاج مقطع الى قطع صغيره، عندي هنا 3 حبات ديال البصله كبار مقطعين ثم صغار، عندي هنا قزبره ومعدنوس معلقه كبيره، عندي الزيتون الاخضر 3 المعالق كبار ديال الزيتون الاخضر مقطع، التوابل معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال القزبر يابس، عندي هنا الخرقوم شويه الخرقوم وقبيصة ديال الملح. الملح كتبقى حسب الذوق. اول حاجه نديرها هي ناخذ الدجاج ونضيف في مقله مع شويه الزيت حتى كيتقلى لينا، بعدا غنضيف عليه البصله والزيتون والتوابل. القزبر تيبقى حتى الاخر حتى تطيب لينا البصله وتنزل لينا، عاد باش نضيفوا القزبر في الاخير. كما تلاحظوا هو الدجاج تقلى لينا، غنضيف عليه البصله دابا، غنضيف الزيتون، غنضيف البصلة والزيتون والتوابل، غنغطيو عليهم على البصلة ونخليوها تنزل. البصلة ديالنا طابت كيما تلاحظو معايا، غنطفى عليها البوطا ونضيف عليها قزبر ومعدنوس لي عندي، وغنخلي هاد الحشوة هادي كتبرد. من بعد ما ترتاحو لينا الكويرات ديالنا، ترشنا شوية الزيت، غنسرحو الكويرات ديالنا هكدا هنا الشكل تنصرفوها. من بعد ما كنتاهي كنشكل كاع الكويرات، تنصرحهم تنربحهم بحال شكل مسمن بحال هذا الشكل هذا، تنخليو العجينه ديالنا كترتاح. دابا غنسرحها على هذا الشكل، ناخذ الحشوة ديالنا تنخليها تبرد تماما باش ما تقطعش لينا العجينة. على الشكل هذا ناخذ هذه القطعه هذه ونضرب بحال هكا العجين على الشكل. كما تلاحظوا معايا ونغلوي العجينة ديالنا، غير بشوية بشوية. بحال الشكل تنقوسوها بحال هاد الشكل هدا بحال شكل الهلال، تنضعوها في اللاطار اللي غدخل الفرن. غندير وحدة أخرى معكم.
ما كنساهي عندهم هاد الفطائر هادو. عندي هنا الزيت وضفت عليه التحميره بحال هاد الشكل مرفوع، ندهنو غير بالزيت ديك التحميره، ديك التخا ديال التحميره ما ندهنوش بيه لحقاش تحرق لينا، يعني فقط الزيت. على الشكل من بعد ما كنساهم تندخلو الفطائر ديالنا الفرن كيطيبو. الفرن خصو يكون سخون، تنشعلو ليهم من التحت كيتحمرو، من بعد تنشعلو ليهم من الفوق كيتحمرو، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما يطيبو لنا الفطائر ديالنا. اما الفطائر ديالنا من بعد ما طابو، كنتمنى هاد الفكره تنال الاعجاب ديالكم. بالصحه والراحه، الى عجبكم الفيديو عملوا لايك، بارطاجيو الفيديو مع العائله ديالكم الاصدقاء، والى اللقاء مع وصفه جديده.